كيما الان عرفنا رشيد كيغني مجموعه كشكول من الفن الشعبي والراي يعني بغينا نشوفوا البصمه ديال رشيد يعني العدول في الاغاني ديالو شنو يمكن يتميز به الاسلوب ديالو في المستقبل يعني كاختيارات فنيه. السلام عليكم معكم الفنان الشعبي رشيد العدول الوزاني التحيه وتقدير جميع الاحباب والصحاب واللي كيبغيو الفن المتواضع ديالو. انا كما ديما اللون ديالي هو الشعبي حيت كنحب الحداثات والاكثريه كنديرو الشعبي شويه ديال الراي والرقاده الحمد لله كنمتازو بكل شيء من كل نوع من كنديرو شويه المغربي كنديرو كل شيء ولكن السهرات بحال هكا كيبغيو شويه النشاط والامبيونس كنديرو لهم الشعبي وداك الشيء اللي كيبغيوه هو شويه ديال الراي الحمد لله داز داك الشيء زوين وكل شيء بخير والناس كانوا شطانين وفرحانين هذاك هو الاهم ديالنا هو كل شيء الامبيونس والناس ناشطين. نعم الاوركسترا واش وقع فيها شي تغيير يعني واش طورتي على مستوى الالات يعني ولا لا العناصر اللي كيغنيو معاك في الجمهور العناصر ديالي هما هما اللي كنخدم بهم ديما الماتريال هو هو كل شيء هو هو الحمد لله كل شيء المشاركة ديالي الثانية على التوالي في 2022 2023 والحمد لله كيعيطوا لنا وحنا كنجيو كنكبروا بينا وحنا عاوتاني كنكبروا بهم وكنتهلاو فيهم وداز داك الشيء زوين الحمد لله وكل شيء في مستوى عالي والجمهور كنشط. يمكن كنا على الجديد الفني ديالك يعني شي اضاءة على الجديد الفني ان شاء الله يا الحبيبه انا بدني دابا شي كنجر غتخرج ان شاء الله بحول الله. الاسلوب اللي كتغني يعني البصمه اللي ديالك يا هاد الحبيب انا بدني كتدير الجمهور ديالك كتدير الجمهور جميع الناس بالنسبه لك كيكتبوا الكلمات يعني بغينا نعرفوا الكلمات الكلمات ديالي والالحان ديالي ان شاء الله بحول الله تبارك الله شكرا.